بسم الله الرحمن الرحيم. دبليو صف ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس. ايه بقى الدبليو صف سيرفر ده؟ ده السيرفر تبع مايكروسوفت المسؤول عن ان هو بيعمل داونلود للابديت من موقع مايكروسوفت ويوزع الابديت على الاجهزه. تمام؟ انت ممكن ان انت تيجي على اجهزه الكمبيوتر جهاز جهاز وتخليه ابديت من موقع مايكروسوفت، بس طبعا انت كده ايه؟ بتستهلك باندويث عالي جدا. تمام؟ ليه يهمني الابديت؟ لان في بعض البرامج بيبقى فيها مشاكل السكيورتي ابديت، تمام، بيبقى فيه باتشز بتحل شويه مشاكل، مثلا عدم استابيليتي في السيستم، الدرايفرز بيبقى ليها ابديت، كل حاجه عندي اصلا محتاجه ابديت. مثلا ناخد اكزامبل، لما كان حصلت الثغره بتاعه الرانسم اللي هو الفيروس بتاع الفديه، تمام، بعديها على طول بكام يوم مايكروسوفت نزلت ملف باتش كده اصلا وظيفته ان هو بيسد الثغره بتاعه اللي كان الهاكر يعني بيخترق السيرفر عن طريق الرانسم ده، لان كان عندنا مشكله اصلا ثغره كده في البورت بتاع السامبا، تمام، فصلحت المشكله دي. وحتى احنا دايما متعودين اصلا ان احنا بنقفل الابديت، بنستهبل دايما ونقفل الابديت. لو تفتكروا في الفتره دي كل ما تيجي تقفل الابديت مايكروسوفت غصب عنك رخامه تكونكت تفتح لك الابديت وتعمل لك ابديت. هم كانوا كل اللي فيها بس ان هم بيحاولوا يحموك من المشاكل بتاعه الرانسوم، لان كانت طبعا فتره بهدله. تمام؟ يبقى الابديت مهم جدا ولا لا؟ يبقى تاني، البرامج بتحتاج ابديت، الاوبريتنج سيستم السكيورتي بتاعته، تمام، كل حاجه عندي، الدرايفرز محتاجه ابديت. بس مش كل الابديت على فكره بتبقى كويسه، تمام، ممكن مثلا ابديت يتسبب لك في مشاكل على السيستم، ودي ما حصلت معانا. تمام؟ مثلا إيه، انت جيت تعمل مثلا ابديت لكارت درايفر، الدرايفر اسا بتاع الفيجا، تمام، وبعد ما عملت له اصلا ابديت، اغلب الدرايفرز اصلا لما بيتعمل لها ابديت بتطلب ريستارت، الجهاز عمل ريستارت يجي يقوم انت شايف شاشه سوداء، تمام، عملت ابديت للدرايفر بتاع مين؟ الفيجا، انت سامع صوت الويندوز وهو بيقوم بس الشاشه قدامك شاشه سوداء. فمش كل الدرايفرز تحل مشاكل، في بعض الدرايفرز بتعمل لك مشاكل. هنا بقى اللي هيلزمني مين؟ اللي يفيدني مين؟ الدبليو صف سيرفر. يبقى الدبليو صف سيرفر ليه وظيفتين، ليه فايدتين. الفايده الاولانيه انك بدل ما تلف على الاجهزه تخليها واحد واحد تكونكت على موقع مايكروسوفت وتنزل الابديت، وبالتالي الباندويث هيستهلكوا قد ايه؟ في عدد الاجهزه، اضرب في عدد الاجهزه، لان انت على الدبليو صف بتعمل ابديت مره واحده وبعد كده بتوزع الابديت على الاجهزه، وبالتالي الاجهزه بتاخد الابديت من الدبليو صف سيرفر بسرعه اللين، يبقى انت عملت ايه؟ داونلود مره واحده. الميزه الثانيه ان عن طريق الدبليو صف انت بتابروف الابديت قبل ما تنزل على الاجهزه، تمام؟ لان زي ما قلت لكم في درايفرز بتعمل مشاكل، فانت ممكن ان انت تقول لا الدرايفر ده انت مش عايزه ينزل على الاجهزه. وضحت الفكره؟ طيب تعالوا نعمل الكلام ده بقى كده، ده السويتش وعندي هنا السيرفر بتاع البي دي سي، وهنقوم السيرفر بتاع الدبليو صف، تمام، وادي الجهاز بتاع الكلاينت، نظبط كده الاي ديات، تمام، طبعا الشبكه بتاعتي 192.168.0.24، البي دي سي ده واخد اي بي دوت 100، الكلاينت مش فاكره كنت مدياله كام، نبص عليه كده بسرعه، واخد اي بي 110، تمام. طبعا الصح ان دبليو صف سيرفر يكون جهاز ممبر من الدومين كالعاده، احنا عارفين ان سيرفراتنا المفترض تكون ايه؟ ممبر من الدومين. برده كنوع من توفير الاي بي هات، احنا هنيجي على الاثنين دول نسطبهم على نفس الجهاز بتاع الدومين كنترولر، مفيش كونفليكت ولا اي حاجه، الاثنين شغالين مع بعض زي الفل. بس قلنا طبعا بيبقى غلط في حاجتين، اول حاجه السكيورتي الصح انه يبقى جهاز ممبر من الدومين، عشان لو حصل اتاك عليه اللي على السيرفس يعني بتاعه الدبليو صف، لو الاثنين على نفس الجهاز يبقى الاتاكر اخترق السيرفر بتاع الدومين كنترولر، تمام. تاني مشكله انه ممكن يبقى فيه لود على الدبليو صف سيرفس، طالما الاثنين موجودين على نفس الجهاز يبقى انت عملت لود كمان على السيرفس بتاعه الدومين كنترول. وضحت الفكره؟ طيب طبعا السيرفر بتاع الدبليو صف لازم يكون اصلا كونكتد على الانترنت، تمام، ونجهز له كمان كده بارتيشن، البارتيشن ده اللي هنحط جواه الابديت، عندي هنا بارتيشن الدي نفرمطه كده بسرعه، تمام. فقلنا تاني هاجي على البارتيشن بتاع الدي ده اللي هحط جواه الابديت بتاعي. كالعاده اول خطوه خالص بنعمل ايه؟ اد رول، نيكست نيكست، تمام. هسطب انهي رول من دول؟ الاخرانيه دي، ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس، حط علامه صح. قال لي طب بقول لك ايه، انا هحتاج كمان ان انا اسطب الاي اي اس، تمام. احنا قلنا الاي اس ده المحاضره اللي قبل اللي فاتت هو مين؟ انترنت انفورميشن سيرفيس، ده اللي بيحول جهاز الكمبيوتر بتاعي لويب سيرفر،
تمام، هقول له ماشي يا عم دي في الفيتشرز اللي انت عايزها، وهنعرف كمان شويه اصلا انا بحتاج الاي او اس في ايه. تمام، نيكست نيكست. بيقول لي هنا الدبليو فاس سيرفيس دي مينيمم خالص اللي انا محتاجاها، الابديت ده او المعلومات بتاعه الابديت لازم تنزل جوه داتابيز. انت عايزه ان انت تستخدمي الويندوز انترنال داتابيز، ولا لو في انفايرمنت اكبر عايزه تستخدمي السيكوال؟ انا في حالتي هستخدم الويندوز انترنال داتابيز، لو في انفايرمنت صغيره ممكن تستخدم دي، لو في انفايرمنت كبيره ريكومندد ان انت تربطه بمين؟ بسيكوال سيرفر. يبقى عندك سيكوال سيرفر تربطه بالانستانس بتاعه السيكوال سيرفر. تمام، نيكست. طيب الابديت عايزه تنزليها فين؟ انا قلت لكم تاني حالتي احطها فين؟ تحت الدي. تعالوا مثلا احطها في فولدر اسمه ابديت. انا عندي فولدر ابديت، لا هيكريته مفيش مشكله. طب بصوا كده، انا ممكن اشيل علامه الصح دي، يبقى معنى كده ان انا اصلا مش هستور الابديت لوكالي، صح؟ امال ايه لازمه الدبليو صف؟ هيبقى ليه استخدامين. الاستخدام الاولاني هو ما بقاش شائع دلوقتي، افرض ان الدبليو صف سيرفر مش عليه مساحه كفايه، كان زمان حته الاستورج عائق لان المساحات التخزينيه الاول فعلا كانت غاليه. فافرض ان السيرفر ده مش عليه مساحه تحط عليه الابديت، لان انت بتتكلم طبعا على حسب الابديت اللي انت هتسمح بيه، ممكن تتكلم في تيرات تيره. تمام، فلو انت مش عندك مساحه كفايه ممكن تقول له لا بلاش تحطه لي لوكالي. امال ايه لازمته؟ هيبقى ساعتها ان عن طريقه ان انت بتابروف الابديت بس. عن طريق ايه يا شباب؟ بتابروف الابديت ده ينزل على الاجهزه بس، لكن انت كده مش وفرت في الباندويث. تمام، سيناريو تاني، هنفترض دلوقتي ان الشركه بتاعتي ليها فرعين، الفرع بتاع زجزج تمام، وده الفرع الرئيسي للشركه بتاعتي، وعندي دبليو صف سيرفر، وافترض ان الفرع التاني اللي هو بتاع المعادي والكلاينت موجود هنا. تمام، المفترض ان جهاز الكلاينت عايز يعمل ابديت، انا رابطه دلوقتي الفرعين بسرعه سي مثلا 1 ميج، شاريه ليز لاين كده تمام، ربط الفرعين بسرعه كام؟ 1 ميج. وطبعا انا برضو مطلعه الفرعين انترنت، فهفترض دلوقتي ان فرع المعادي انا شاريه له سرعه عشان يكونكت على الانترنت 30 ميج مثلا. تمام، ايه رايكم ان جهاز الكلاينت يكونكت على الدبليو صف سيرفر ينزل الابديت اسرع، ولا ان هو يكونكت على الانترنت على موقع مايكروسوفت ينزل الابديت اسرع؟ مين الاسرع؟ الانترنت. تمام، فانا ممكن بقى اقول له ايه؟ لا، خلي الكلاينت يروح للدبليو صف سيرفر، كل وظيفته ان هو بس هيسمح له بانهي ابديت اللي هيبقى ابروفد. تمام، يبقى هو هيابروف ابديت مين، انما بعد كده يكونكت على الموقع بتاع مايكروسوفت ينزل الابديت من اللي على الموقع اسرع. وضحت الفكره؟ انا في حالتي طبعا عايزه استور الابديت لوكالي، فاحط هنا علامه صح واحدد مسار الابديت. نيكست، معلومات بقى عن السيرفر والاي اي اس والحوارات دي. تمام، هسيب كل حاجه هنا على الديفولت، كونفيرميشن وانستول، خلص انستليشن كلوز. تمام، يا اما تضغط هنا وتقول له لانش بوست انستليشن تاسك، او حتى الويزرد اللي انا قفلته ده كان ممكن تضغط على نفس الايكون. انت كده بتجهز البارتيشن اللي هتحط عليه الابديت بتاعك، او تيجي على قائمه تولز وتضغط هنا على دبليو صف ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس. برضو اول خطوه هيطلب منك ايه؟ ان انت تجهز البارتيشن اللي هتحط عليه الابديت بتاعك. انا عن نفسي افضل من ده، لاني لو ضغطت هنا كده بيترن في الباك جراوند، يعني هيفضل هنا يديني ريفرش 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 لغايه ما في الاخر يا يقول لي تمام، يا اما يديني فالير. تمام، لكن هنا قدام عينيا بيبقى اوضح لو ضغطت على الايكون دي كده. تمام، هو ده البارتيشن اللي عايزه تحطي عليه الابديت بتاعك. تمام، وهقول له رن، فكده ظهر قدام عينيا في الفور جراوند اوضح. تمام، ساعات في بعض الاحيان بيدي ايرور هنا، وكتير على فكره مش حاجه قليله. هوقف الفيديو بس الاول، بيقعد تقريبا من حدود دقيقتين لخمس دقائق على حسب سرعه الجهاز وعلى حسب امكانيات المكنه بتاعتك. هنوقف الفيديو، ولو اشتغل تمام زي الفل، لو ادى ايرور هقول لك تحلها ازاي، وحتى لو اشتغل هقول لك لو ادى ايرور شكل الايرور بيبقى عامل ازاي واصلا تحله ازاي. تمام، خلص اهو كلوز، تقريبا ما كملش حتى دقيقه معايا. تمام، قلنا تاني بتطول على حسب الريسورسز بتاعه المكنه بتاعتك. تمام، كلوز. طب افرض ان هو كان اداك ايرور، هتيجي تحت تولز، طبعا اول ما خلصت فتح لي الكونسول ده، لو كان اداك ايرور هتدخل تحت تولز وتدخل على الكونسول بتاع الاي اي اس. تمام، احنا اتفقنا ان هو بيسطب برضو الاي اي اس. تمام، لو جيت تدخل تحت الاي اي اس هلاقي الديفولت سايت. تمام، وهلاقي حط تحتيه موقع تاني كده او صفحه تانيه سايت تاني اسمه دبليو صف ادمنستريشن. ساعات في بعض الاحيان الدبليو صف مش بيقدر ان هو يكونكت على الاي اي اس. تمام، سيمبلي انا بعمل ايه؟ بكليك يمين على ده واقول له ريموف،
ورن التاسك دي تاني، مجرد ما رنها تاني هتشتغل تمام وزي الفل. وضحت الفكره بنعمل ايه؟ طيب تعالوا بقى نمشي الويزرد كده اصلا ونشوف ايه اللي مطلوب مني. اول حاجه بيقول لي قبل ما تبداي اس السيرفر فاير وول كونفيجر تو الاو كلاينتس تو اكسس ذا سيرفر. يهمني ان الدبليو اس سيرفر يكون كونكتد على الانترنت، وعشان كده انا هنا مظبطه الاي بي بتاعته، سوري مظبطه الاي بي بتاعته ومدياله كمان جيت واي عشان اطلع انترنت دلوقتي. ديتيلز مدياله اهي ايه جيت واي، مش محتاجه طبعا اديله دي ان اس لانه كده كده في الباك جراوند بيشاور على الروت هند، صح؟ طيب دي اول حاجه از السيرفر كونكتد. وافرض دلوقتي ان انا اصلا طالعه انترنت عن طريق فاير وول، تمام؟ ساعات في بعض الاحيان احنا بنظبط الفاير وول ان اكست كلاينت مش تكونكت على الانترنت الا بيوزر نيم وباسورد. عندكم النظام ده؟ تمام، لازم تكونكت بايه بيوزر نيم وباسورد، هو مش مصر دي كونفجريشن بنعملها على الفاير وول. فهنا بيقول لي اتاكدي لي الاول ان لو الراوتر ده او اس السيرفر ده كونكتد على الانترنت من ورا فاير وول ان انت معاكي كريدنشلز يوزر نيم وباسورد، وان السيرفر ده كونكتد على الانترنت. كان ذيس كمبيوتر كونكت تو ذا اب ستريم سيرفر ساتش از مايكروسوفت ابديت، تمام؟ انا في حالتي دلوقتي هعمل داونلود من مين؟ من موقع مايكروسوفت، فده بالنسبه لي الاب ستريم سيرفر. على فكره في شغلنا ممكن يبقى في عندي اثنين دبليو ساس، ممكن مثلا اقوم دبليو ساس هنا ودبليو ساس هنا، اسمي ده مثلا دبليو ساس 1 واسمي ده دبليو ساس 2، تمام؟ واخلي دبليو ساس 2 ده يكونكت ياخد الابديت من دبليو ساس 1، تمام؟ السيرفر اللي انا باخد منه الابديت ده بنسميه اب ستريم سيرفر، بالنسبه لي بيبقى الاب ستريم سيرفر. السيرفر اصلا اللي انا بديله الابديت ده بنسميه داون ستريم سيرفر. يبقى الاب ستريم اللي فوقي اللي انا باخد منه، الداون ستريم اللي تحتي اللي انا بديله، تمام؟ فحالتي بقى انا الدبليو ساس سيرفر بتاعي بياخد الابديت من مين؟ من موقع مايكروسوفت نفسه، وعشان كده موقع مايكروسوفت بالنسبه لي هو الاب ستريم سيرفر. هو بالنسبه لي مين؟ اب ستريم سيرفر. Do you have user credentials for the proxy server if needed؟ يعني قلنا تاني لو انت كونكتد على الانترنت عن طريق الفاير وول، والفاير وول انت مظبط عليه وظيفه اسمها بروكسي بحيث ان انت تطلع انترنت عن طريق يوزر نيم وباسورد، لازم يبقى معاك الكريدنشلز اليوزر نيم والباسورد. من الاخر الخلاصه بيقول لك اتاكد لي ان انت بتكونكت على موقع مايكروسوفت، من الاخر، تمام؟ نيكست. طيب بيقول لي بقى هنا عايزه تعملي جوين على البروجرام بتاع مايكروسوفت ولا لا، عشان لو في اي مشاكل على السيرفر يجمعوا عنك معلومات والحوارات دي، شوفوا المشكله عندي في ايه، تقول على مايكروسوفت نو. نيكست. سينكرونايز فروم مايكروسوفت ابديت، انت عايزه دلوقتي الاب ستريم بتاعك هو موقع مايكروسوفت ولا سيرفر تاني؟ لو سيرفر تاني الاسم بتاعه ايه؟ والبورت بتاعه ايه؟ الديفولت للدبليو ساس انه بيشتغل على البورت ده. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نغيره، انما الديفولت ايه؟ البورت ده، تمام؟ عايزه تستخدمي اس اس ال؟ اركنوا دي دلوقتي شويه. This is a replica for the upstream server، يعني معناه ان هو هيعمل داونلود للابديتس اللي موجوده على الابستريم سيرفر اللي انا كاتباه هنا ولا لا؟ تمام؟ انا في حالتي هسنكرونايز على مين؟ ها؟ موقع مايكروسوفت ذات نفسه، تمام؟ احفظوا البورت ده عشان هنرجع له تاني 8530. نيكست. Use a proxy server when synchronizing. لو انت عندك دلوقتي فاير وول ومشغل عليه الوظيفه بتاعت البروكسي، مين هو العنوان بتاع الفاير وول، تمام؟ وشغال على بورت كام، تمام؟ في بعض الفاير وولز بتشتغل على بورت 80، في بعضها زي تي ام جي بيشتغل على 8080، مش ثابت، تمام؟ ولو انت عندك كريدنشلز بتستخدميها عشان تكونكتي على الانترنت اكتبيها هنا. انا في حالتي ايه؟ انت مسطول يلا تاني الفاير وول، انت عندك يا عبد الوهاب الفاير وول، تمام؟ في وظيفه من ضمن الوظائف بتاعته اسمها بروكسي. بروكسي ده بيساعد اليوزرز اصلا ان هم يطلعوا على الانترنت عن طريق يوزر نيم وباسورد، تمام؟ فدي بنسميها ايه؟ بروكسي. لكن ان جنرال ممكن ان انت على فكره في جهاز اسمه بروكسي، والبروكسي سيرفر ده بيبقى وظيفته كريدنشال سيرفر وبيبقى وظيفته برده كاش سيرفر. كاش سيرفر معناه ان هو بيجيب الموقع مثلا، ايوه، ويتكاش، تمام؟ لكن دلوقتي كل الفاير وولز مش محتاج تعمل فيها كده، لان من ضمن وظائفها ان هي بتشتغل كبروكسي. واضحه؟ تمام. انا في حالتي بقى ايه؟ مش هعمل الكلام ده، لان قلت لكم انا كونكتد على انترنت دايركت من غير حاجه، من غير بروكسي، من غير فاير وول. نيكست. هقول له هنا بقى ايه؟ ستارت كونكتنج. انا دلوقتي بكونكت على موقع مايكروسوفت، تمام؟ ده مش معناه لما اقول له ستارت كونكتنج، ده مش معناه ان انا اصلا بعمل داونلود للابديت. امال بتعملي داونلود لايه؟ لمعلومات عن الابديت. تايبس اوف ابديتس افيلابل،
تمام؟ ايه هي انواع الابديتس اللي موجوده على مايكروسوفت؟ والبرودكتس كان بي ابديتد، ايه هي انواع البرودكتس اللي ينفع ان انا اعمل لها ابديت؟ افيلابل لانجوج، وانهي اللغات اللي انا برضو محتاجه ان انا اعمل لها ابديت. لو قلت له دلوقتي ستارت كونكتنج، على حسب السرعه بتاعه الانترنت كونكشن اللي عندك، الشاشه اللي قدامكم دي هتفضل تقريبا في حدود من تلت ساعه لغايه انت ورزقك بقى، ساعتين ثلاثه اكتر اقل على حسب سرعه الانترنت كونكشن اللي عندك. فهنوقف دلوقتي لغايه ما يخلص خالص، في حالتي يعني بعد ما رفعنا السرعه اولموست هيقعد تلت ساعه، تمام؟ فوقف الفيديو، بعد تقريبا تلت ساعه نكست، بيقول لي انهي لغات دلوقتي ان انت عايزه تعملي لها داونلود. طبعا كده كده انا محتاجه ايه؟ الانجليش، تمام؟ على حسب بقى، لو انت عندك برودكتس وعندك دلوقتي اساسا اجهزه شغاله باللغه العربي هتحتاج برضو العربي. طبعا اوعى تقول لي هنا داونلود ابديتس ان اول لانجويج، تمام؟ ده معناه ان انت هتستهلك حرفيا تيرات من الابديت، تمام؟ فدايما سلكت ايه؟ الحاجه اللي انت محتاجها، لان زي ما قلت لكم ده انت كده بتستهلك باندويث عالي جدا وهتحتاج مساحات تخزينيه كبيره جدا، تمام؟ انا في حالتي هابديت الانجليش بس، نيكست، البرودكتس اللي انت ممكن تعمل لها ابديت، وده على فكره اللانجويج والبرودكت والكلاسيفيكيشن هي دي اللي كان بيعمل لها الليسته دي، هي اللي بيعمل لها داونلود. هو ما كانش بيعمل داونلود اصلا لابديت، هو بيعمل داونلود للليسته دي، تمام؟ تلت ساعه قاعد يعمل لنا ايه داونلود في الكام كلمه دول. بص بقى، ممكن دلوقتي ان انت تنزل ابديت لمين؟ اكتف دايركتوري، تمام؟ اي اس بي دوت نت، اجور اللي هو الكلاودنج بتاع مايكروسوفت، البنج، البنج ده اللي هو زي جوجل سيرش كده بس بتاع مايكروسوفت، تمام؟ شايفين كميه برودكتس قد ايه ممكن تعمل لها داونلود او تعمل لها ابديت؟ ويندوز سيرفر 2016 2019، اكستشينج، فيجوال بيزك، تمام؟ الفاير وول بتاعهم، شايفين كميه برودكتس قد ايه؟ حدد بقى اللي انت عايزه. طبعا اكبر غلط ان انت تسلكت على كل ده، تمام؟ وبالمناسبه لو انت عملت سلكت بشويه حاجات هنا، معنى كده ان انت استاك خلاص في اللي ظهر قدامك؟ لا، ينفع يتغير بعد كده من الكونسول اللي جوه، واضحه؟ فانا في حالتي سي مثلا هسيبه يعمل داونلود لمين؟ او يسينك على الابديتس اللي تبع الويندوز، تمام؟ واقول له نيكست. نوقف بس الفيديو الاول نخلص الاذان وبعد كده نكمل. بيقول لي بالنسبه دلوقتي للكلاسيفيكيشن، عايزه تعملي دلوقتي ابديت لايه؟ تمام؟ الكريتيكال والسكيورتي، دول اهم حاجه عندي. اي حاجه ليها علاقه بكريتيكال تبع الاوبريتنج سيستم او السكيورتي، دول يهموني ان انا يهمني ان انا اعمل لهم ابديت، تمام؟ ايه الديفينيشن، الابجريد، الابديت ذات نفسه، السيرفيس باك اللي انت عايزه، الدرايفر، تمام؟ فحدد ايه هي الكلاسيفيكيشن اللي انت عايز تعمل لها ابديت. نيكست. طب عايزه دلوقتي تعمل لي سنكرونايز مانيوالي، يبدا ان هو يكونكت على مايكروسوفت يتشيك على الابديت. ده مش معناه ان هو دلوقتي، او لو قلت له يعني سنكرونايز في وقت معين، ده مش معناه انه بيعمل داونلود للابديت، تمام؟ هو هيسنكرونايز معناه انه بيكونكت، يبدا يجيب لك ايه هي الابديتس الافيلابل، وبعد كده انت بتكليك عليه مين؟ على الابديت، وتقول ان كان ينزل ولا لا، تمام؟ عايزه تعملي سنكرونايز مانيوالي ولا تعملي سنكرونايزيشن في اوقات معينه؟ ولو حددت وقت معين، كم مره في اليوم؟ ممكن ان هو يسنكرونايز كم مره في اليوم؟ فانا مثلا سي هقول له لا، انا هسنكرونايز بايدي مانيوالي. نيكست. طيب بيجين انيشال سنكرونايزيشن، تبداي دلوقتي ولا من الكونسول اللي جوه اصلا تبداي؟ اب تو يو، انا بس هسيبها عشان اوريك ازاي تسنكرونايز بايدك من جوه، تمام؟ نيكست. ده بقى دوكيومنتيشنز على الدبليو ساس، تضغط على اي واحد من دول يديك معلومات عن الدبليو ساس سيرفر. لو قلت له دلوقتي كده فينيش، ده الكونسول اهو. لو جيت هنا تحت اسم الجهاز بتاعي بي دي سي، تمام؟ دي الشاشة الرئيسية اهو. يا مسهل. بعد ما جمع لي معلومات رئيسية، بيقول لي عايزة تعملي سنكرونايزيشن دلوقتي، آخر سنكرونايز تم إمتى؟ وسكسيدد ولا لأ؟ هنا سكسيدد عشان اللي هي الشاشة اللي كانت بتاعت ستارت كونكتنج دي. تمام؟ طيب، هو شغال على بورت كام؟ 85 30. واضحة؟ طيب، أنا في حالتي دلوقتي أقول له إيه؟ سنكرونايز ناو. برضه هوقف الفيديو لغايه ما يبدا ان هو يعمل لي داونلود لاي معلومات، عند 10% كده هنوقف، يعني مش هطول قوي، هيقعد تقريبا في حدود اقل من 5 دقائق لغايه ما يجيب لي معلومات مثلا كفايه 10%، وبعد كده هستوب عشان نشرح عليه، مش هستنى لغايه 100%، تمام؟ معايا كده؟ بعد ما وصل 10% انا ضغطت له اصلا ستوب، تمام؟ وعشان كده ظهر معايا هنا ايه؟ كانسلد، تمام؟ دي مجموعه الابديتس
اللي جابهم لي من على موقع مايكروسوفت. طيب تعالوا نبص عليهم بصة سريعة كده. لو دخلت هنا على ابديتس، اول حاجة قول ابديتس، ايه ده؟ ده مفيش حاجة ظهر عندي خالص، بس فوق بص بيقولك ايه، زيرو ابديت اوف 98 جون، يعني معنى كده ان في ابديتس ظاهره معايا تمام او موجوده، بس مفيش ولا واحد منهم ظاهر. ليه؟ باي ديفولت هو اصلا بيدور على الابديتس اللي نوعها فيلد اور نيدل، تمام. لا انا هضغط هنا واقول له اظهر لي كده هنا كل الابديت، ريفرش، ادي كل الابديت الافيلبل عندي تمام. مايكروسوفت موجبه معايا بقى مقسمهم لي هنا اصلا لكاتيجوريز، الكريتيكال، السكيورتي تمام، برده نفس الكلام هتيجي هنا تقول له ايه اني، ريفرش عشان يظهر لك شويه، سوري انا اسفه اني تمام، وبرده هتيجي هنا على سكيورتي ابديت تقول له اني عشان يظهر لك كل الابديت. حتى الدبليو سوس ذات نفسه، السيرفر ذات نفسه هو كمان ليه ابديت تمام، بس هنا ظهر لي طب والله في واحد اهو اني، في واحد افيلابل اهو الايه نوت شور مين، مش ظاهر تمام، ما علينا. طيب الابديتس دي بقى، ده مش معناه ان خلاص كده اصلا انا بعمل لها داونلود، انت لازم تابروف على الابديت. بالمناسبه صحيح، لو جيت دلوقتي على كلاسيفيكيشن تمام، كليك يمين كده، كل دي العواميد اللي انت ممكن تصرها هنا، على سبيل المثال مثلا اللي هي السوبرستنس اللي هي ليها اهميه ازيد، شايفين الايكون اللي ظهر كده، لو ضغطت عليها بيجيب لك الحاجات الاهم فوق، بيجيب لك ايه الحاجات الاهم فوق، واضحه؟ فممكن بقى تصر العمود اللي انت عايزه، زي مثلا نيدد كاونت، هتحتاجه كم مره الابديت ده، ظهر معايا العمود بتاع النيدد كاونت تمام. عايزه دلوقتي بقى ان اخلي جهاز الكمبيوتر بتاع الكلاينت ده يعمل ابديت من موقع او من اسفه من السيرفر بتاع الدبليو صف تمام. انا مش عايزه ان انا الف على اجهزه جهاز جهاز وابدا واقول لها يعني خدي الابديت من على ايه الدبليو صف، فممكن ان انا اعمل الكلام ده عن طريق الجروب بوليسي. ممكن اعمله عن طريق ايه يا شباب؟ الجروب بوليسي تمام. ازاي؟ كعملية تنظيمية الأول قبل ما أقسم الكلام ده كده وقبل ما نطبق الجروب بوليسي تمام؟ المفترض إن جهاز الكمبيوتر بتاعي، المفترض إن جهاز الكمبيوتر بتاعي أول ما ياخد الأبديت من دبليو سوس سيرفر، الديفولت بتاعه إن هو هيظهر هنا تحت أن أسايند كمبيوترز تمام؟ فكعملية تنظيمية أنا بس أفضل إن أنا أجي على أول كمبيوترز، أكليك يمين وأقول له كريت لي كمبيوتر جروب تمام؟ زي مثلا هسمي ده ويندوز 10، ونكرر كمبيوتر جروب تاني زي مثلا هسميه سيرفر مثلا 2019 تمام، وتكرر جروب تالت تسميه مثلا اكس بي. ده هيسهل معاك اكتر في عمليه الابديت تمام، عشان لما تيجي تابروف ابديت بدل ما تقول له ابعت لي الابديت ده لكل الاجهزه، هقول له لا ابعت لي الابديت ده مثلا للاجهزه اللي تحت الكاتيجوري بتاع ويندوز 10. يبقى الديفولت بتاعي ان تاني الاجهزه بتاعتي هتنزل تحت مين؟ ان اسايند. بايدك بقى اول ما الجهاز يظهر هنا تكليك يمين عليه وتقول له تشينج ممبر شيب وتنقله لاي جروب من دول. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان ممكن برضو عن طريق الجروب بوليسي اقول ان الاجهزه اللي تبع الويندوز 10 لوحدها تترمي هنا، الاجهزه اللي تبع الاكس دي لوحدها تترمي هنا تمام. نعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نيجي بس الاول هنا كده كعمليه تنظيميه، هدخل تحت اكتب دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، نكريت اوي ونحطه جوه الاجهزه ونطبق عليها الجروب بوليسي بتاعي. انت ممكن تطبق الكلام ده على مستوى الدومين بالكامل تمام. تعالوا نكريت هنا مثلا نيو اوي، اسميها مثلا ويندوز 10، مش شرط يبقى نفس الاسم تمام. واجي هنا على اجهزه الكمبيوتر، ده جهاز الكلاينت اللي تبع الدومين في حالتي اللي هندست عليه، هنقله على مين؟ الاوي دي تمام. الخطوه اللي بعديها نطبق بقى الجروب بوليسي، تحت جروب بوليسي مانجمنت، تحت دومينز تمام. ادي ويندوز 10 اهو، نكريت على مستوى جروب بوليسي اوبجكت، كرييت اند لينك هير، نسميه زي مثلا دبليو سوس. طبعا الصح ان انت تعمل الكلام ده على مستوى الدومين بالكامل، لان كل الاجهزه المفترض تستلم كوبي من الابديت، بس كعمليه تنظيميه ظبطها كده بقى تمام. لو جيت على دبليو سوس وقلت له هنا كليك يمين اديت، تمام. لو جيت على بوليسز تحت ادمنستريتيف تمبلتس، هاجي تحت ويندوز كومبوننت، واجي تحت خالص على ويندوز ابديت، في مجموعه كبيره من الجروب بوليسي اوبجكتس تمام، تقدر ان انت تعدل فيها. مينيمم خالص انت محتاج دي سبيسيفاي انترنت مايكروسوفت ابديت سيرفيس لوكيشن، ده مينيمم خالص.
وده عن طريقه. هنا بقى انت بتحدد عنوان ال WSUS server اللي الاجهزه هتاخد منها الابديت، تمام؟ فهتقول لي هنا انيبل ان انت هتكونكت عن طريق ال HTTP نقطتين سلاش سلاش اسم الجهاز بتاع ال WSUS مين هو؟ في حالتي bdc.tshop.com. واخدين بالكم دلوقتي اصلا ان جهاز الكلاينت بيكونكت اصلا على WSUS server عن طريق HTTP عن طريق ويب، وعشان كده اصلا سطبت مين بالظبط؟ هو كان محتاج الاي اي اس، تمام؟ شغال على بورت كام؟ لسه شايفين البورت بتاعه؟ ايوه لو جيت هنا لو نسيته يعني تعال على مستوى بي تي سي قال لك على بورت كام؟ 8530. يبقى تقول له نقطتين 8530 واخد كوبي من اليو ار ال ده احطه برده تحت الاستاتستكس سيرفر. الاستاتستكس سيرفر ده هو نفس السيرفر اللي بيجمع معلومات عن الكلاينت، تمام؟ طيب في ويندوز سيرفر 2019 قال لك افرض بقى دلوقتي كمان ان انت عندك سيرفر بديل. لو انت عندك سيرفر WSUS بديل تقدر تكتبه هنا عشان لو الاولاني مثلا حصل فيه اي مشكله كوربتد تقدر ايه الاجهزه تكونكت عن طريق ده. واضحه؟ ده مينيمم خالص. بعد كده محتاجه كمان ان انا اقول له كونفيجر كعمليه تنظيميه كونفيجر اوتوماتيك ابديت، تمام؟ لو انا ضغطت على الاوبشن ده كده هعمل لها انيبل. نقرا بقى الاوبشنز مع بعض. Notify for download and auto install. يعني معنى كده ان هيظهر جنب الساعة عند اليوزر يعني notification كده يقول له انت عايز تعمل download للابديت ولا لا، لكن بالنسبة للانستليشن هيتعمل له automatic install، تمام؟ اللي بعدين auto download and notify for install، تمام؟ انا عن نفسي افضل الauto download لان انت لو سبت اليوزر يظهر له notification ان يعمل download هيستهبل وهيكنسل هيكبر دماغه، صح؟ لا انت تقدره ان هو يعمل داونلود اوتو داونلود. طب بالنسبه للانستليشن تعمل له سكادجول انستليشن ولا يعني الانستليشن اساسا تسمح له هو اللي يظبطه، تمام؟ قدامك حل من الاثنين، يا اما ان انت تسيب اليوزر هو اللي يحدد الانستليشن بنفسه، تمام؟ وانا افضل ده في البرودكشنز اللي شغاله ليل نهار. في بعض الشركات اليوزرز اصلا يعني ما بيعملوش شوت داون للاجهزه زي الشركات اللي هي كول سنتر بقى والاماكن دي، تمام؟ يوزر عمل لوج اوت غيره يعمل لوجن، تمام؟ فالاجهزه شغاله باستمرار. افرض بقى دلوقتي ان اليوزر فعلا اتعمل له اوتوماتيك داونلود للابديت، تمام؟ واوتوماتيك انستليشن. احنا عارفين ان اغلب الابديت بيتطلب ريستارت، صح؟ الجهاز بيحتاج ريستارت بعديه، تمام؟ لو انت دلوقتي قلت له مثلا اوتوماتيك انستول، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ الجهاز يكون اليوزر مثلا قام يعمل حاجه ولا حاجه يرجع ما كانش يلحق يكنسل يلاقي الجهاز عامل ايه؟ ريستارت. طب افرض ان كان عليه شغل اصلا هو لسه مش شايفه، باظت ولا لا؟ قلت ايه تاني؟ عرفت؟ باظت ايه؟ باظت. تمام ماشي؟ طيب يا اما ان انت تقول له اوتو داونلود اند سكادجول ذا انستليشن. سكادجول ذا انستليشن يعني ايه؟ يعني تحدد له اوقات معينه للانستليشن. نقي بقى اوقات يعني ما يكونش فيها اصلا شغل، ايام مثلا جمعه على حسب طبعا البريك بتاع الشركه بتاعتك او الدي اوف بتاع الشركه بتاعتك، تمام؟ طيب او الاوبشن الاخراني الليو لوكال ادمن تو تشوز سيتنجز. يبقى انت كده هتسمح لللوكال ادمن ان هو اللي يحدد السيتنجز المناسبه ليه. وتحت هنا بيقول لي ذا فولوينج سيتنجز ار اونلي ريكوايرد اند ابليكابل اف فور سيلكتد. في حاله لو انت اخترت الاوبشن الرابع هتحدد السكادجول بتاع الانستليشن امتى، تمام؟ ايام ايه؟ every day ولا ايام معينه؟ انا قلت لكم مثلا افضل ان هو مثلا every friday. الساعه كام؟ وضحت كده؟ طيب الكلام ده يتعمل امتى؟ every week ولا اول يوم في الاسبوع، ثاني يوم ولا ثالث ولا رابع؟ حدد اللي انت عايزه، متهيألي الاوبشنز واضحه قوي، تمام؟ انا في حالتي دلوقتي هختار الاختيار الثالث اللي هو auto download and notify for installation. وضحت يا شباب؟ ده تاني حاجه. ممكن برضو هنا تقول له specify frequency automatic update detection frequency، تمام؟ المفترض اصلا ان جهاز الكلاينت بيروح لل WSUS server يتشك فيه updates available جديده ولا لا. الديفولت كل 22 ساعه. الديفولت كل قد ايه؟ 22 ساعه. انت ممكن تقول له enable وتغير السيتنجز دي كل 1 hour كل 2 hours up to you. لكن انت لو مش حددته وقلنا تاني جهاز الكلاينت الديفولت بتاعه ان هو بيكونكت كل قد ايه؟ 22 ساعة، تمام؟ لغاية هنا لو انا جيت طبقت الكلام ده بقى على جهاز الكلاينت وقلت له جيب ابديت، المفترض اصلا ان جهاز الكلاينت قلنا تاني هيروح يتحط جوه مين؟ ها؟ ان اسايند كمبيوترز. وبايدك تكليك عليه مين وتغير الممبر شيب تنقله لجروب تاني.
لكن افرض دلوقتي بقى بالمره، طالما احنا كده كده فاتحين الجروب بوليسي بالمره، عايزه ان الاجهزه بتاعتي اللي عليها ويندوز 10 دي اللي انا بطبق عليها الجروب بوليسي دلوقتي دي تتحط فين؟ هنا. تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ عندك فيتشر هنا اسمه كلاينت سايد تارجتنج. تمام؟ فانت كده بتوجه الاجهزه اللي تحت الاويو دي، مش انا بطبق دلوقتي البوليسي على اويو معينه، فانا كده بقول له طبق لي البوليسي دي على الاويو دي وخليهم اصلا لما ياخدوا الابديت من دبليو صف يتحطوا جوه الجروب اللي اسمه ويندوز 10. نعمل الكلام ده ازاي؟ هضغط على انيبل كلاينت سايد تارجتنج، انيبل، وتكتب له هنا اسم الجروب اللي هو ده، اللي هو ده انا حاطه الاويو والجروب بنفس الاسم لكن مش ماست، المهم عندي ان انت تكتب هنا ايه؟ اسم جروب. تمام؟ وساعتها لو انت عملت الحركه دي لازم برضو تيجي على الدبليو صف سيرفر، تدخل على اوبشنز وتقول له بالنسبه لاكست الكمبيوترز خليها تسمع عن طريق الجروب بوليسي، السيتنجز تطبق عليها عن طريق مين؟ الجروب بوليسي. واضحه؟ تعالوا بقى نتست الكلام ده كده. تمام؟ لو جيت دلوقتي على اول ابديتس، نسلكت على اي ابديت كده، طبعا هو عامل لي ابديت لحاجات قديمه، ماشي هفترض ان هما الاثنين دول مثلا. تمام؟ اي ابديت من دول على فكره لو انت مش عارف بيعمل ايه في معلومات عنه تحت اهي. تمام؟ وممكن كمان تضغط اصلا على اللينك ده هيدخلك على موقع مايكروسوفت تعرف معلومات عن الابديت ده، لان زي ما قلت لكم في ساعات بعض الابديتس بتعمل مشاكل فمايكروسوفت بتعلن بعديها تقول لك ايه بلاش الابديت ده عمل مشاكل في كذا، اعمل له ان انستول. والابديت هنا مثلا بيقول لي الابديت ده ايه؟ اولويز ريكوايرز ريستارت. تمام؟ يبقى الابديت ده هيحتاج ايه؟ بعض الابديتس بتحتاج ريستارت، بعض الابديتس مش بتحتاج ريستارت. طيب ريموفابل الابديت ده؟ نو no. لان في بعض الابديتس مش هينفع ان انت تشيلها من على اجهزه الكمبيوتر بتاعه الكلاينتس بعد ما تتسطب. تمام؟ تعالوا نختار مثلا الاثنين دول، كليك يمين، حتى هذه اللحظه هو لسه مش عمل لهم داونلود، انت بتكليك يمين عليه تقول له ايه؟ ابروف. اول ما تقول له ابروف هيظهر لك لسته من كل الكمبيوتر جروبس، يقول لك بقول لك ايه؟ انت عايز دلوقتي تسمح للابديت ده انه ينزل على انهي اجهزه؟ ممكن اختار على اول كمبيوتر، او ممكن تختار على كاتيجوري معين، جروب معين. في حالتي سي مثلا هقول له نزلهم لي على مين؟ على الويندوز 10. واضحه؟ لو قلت له دلوقتي كده اوكي زي الفل سكسس. لو جيت على الصفحه الرئيسيه للسيرفر، تمام؟ قال لي دلوقتي داونلود ستيتس ابديتس نيدنج فايلز 2 مساحتهم، طب والله زي الفل صغنطتين اهو في الباك جراوند، دلوقتي هيبدا يعمل لهم داونلود، ومجرد ما يخلص الداونلود بتاعهم دي كده هتختفي وترجع على الشكل القديم. وراحت نيجي بقى كده على كاس الكمبيوتر، ماشي يا عم، نقومه تاني كده ونعمل جي بي ابديت على فرص. تمام؟ ونتاكد فعلا هو اخذ الابديت من الدبليو صف سيرفر ولا لا. ابديت على فورس، هوقف الفيديو كده لغايه ما يخلص معايا كده. احنا بقالنا، انا عارفه ان هو اصلا يعني المفترض ينجز اسرع من كده، تمام؟ فمش عايزه اصبر عليه بصراحه. المكنه في بيئه الفي ام وير لما بيتعمل لها سسبند لوحدها زي ما حصل معايا ساعات بتحصل مشاكل اساسا في الكونكتيفيتي ما بينها وما بين الدومين كنترولر، وبالتالي واخدين بالكم ان هو يعني المفترض ان هو بيبقى اسرع من كده بكتير، فالافضل ساعتها تنجز وايه؟ وترست. تمام؟ لو المكنه اتعمل لها سسبند والشاشه دي طولت معاك تنجز وايه؟ ريستارت وتريح دماغك. تمام؟ طيب بعد ما تعمل له ريستارت نفتح كده تاني السي ام دي، لو قلت له جي بي ابديت على فورس، طبعا انا مش محتاج اعمل جي بي ابديت على فورس تاني، تمام؟ لان كده كده انا عملت له ريستارت، بس عايزه اوريكم بس ان اصلا يعني ايه؟ شوفوا انجز بسرعه ازاي؟ يبقى الفترة اللي فاتت بس كان عشان ايه؟ قلت لكم تاني المكنة لما بيتعمل لها سسبند بتعمل لك شوية مشاكل. تمام؟ لو انت جيت لي هنا بقى على قائمة ستارت ودخلت على ابديت، شيك فور ابديت، تمام؟ لو انا قلت له دلوقتي شيك فور ابديت قال لي ايه؟ يور ديفايس از اب تو ديت، لاست تشيك كان كذا. طبعا كده كده كانت ظاهرة لان فعلا عملت لي ريستارت للجهاز، لو ما كنتش لسه عملت له ريستارت اصلا ما كنتش لسه كتبت جي بي ابديت ما كانش هيتأثر بنفس المنظر ده. تمام؟ وتقدر برضو هنا ان انت تكونكت على ايه؟ موقع مايكروسوفت. لو انت دخلت لي هنا بقى على السيرفر ده ودخلت تحت ويندوز 10، بص لو اديت له ريفرش
مش ظاهر حاجه بس كاتب لي فوق زيرو كمبيوترز اوف وان شون صح. لو ضغطت هنا لانه باي ديفولت بيسيرش على مين الفيلد، لان هقول له اني ريفرش جاب لي فعلا الجهاز اللي اسمه بي سي 1 ولا لا، بالاي بي بتاعه، بنوع الويندوز اللي عليه. واضحه كده؟ طيب انستول نوت ابليكابل، طيب عمل داونلود لملفات الابديت عندي ولا لا؟ في حالتي لا بصراحه، لان انا اخترت اي حاجه عشوائيه واغلب الظن ان هي مش كومباتبل مع الويندوز 10. لكن لو انا كنت فعلا اخترت ابديت ملائم للويندوز 10 وعملت له فعلا تشيك فور ابديت كان هيظهر لي هنا الابديتس اللي اتعمل لها داونلود. واضحه كده؟ طيب لو انت حبيت ان انت تغير مكانه كليك يمين تشينج ممبرشيب. ايه ده؟ ده مش ظاهر معايا الاوبشن ده ديمد. ليه؟ لان اللي عمل لي الكلام ده اصلا اللي حطه لي هنا عن طريق الجروب بوليسي، لكن لو انا كنت نقلته بطريقه مانيوال يبقى تشينج ممبرشيب كانت هتفضل ظاهره قدامي واقدر ان انا انقله من جروب للتاني. تمام؟ طالما ديمد بالمنظر ده يبقى ده معناه ان هو اتحط هنا عن طريق مين؟ الجروب بوليسي. وضحت كده؟ تعالوا نبص بقى بصه سريعه كده الابديتس. اعتقد كده خلاص الكمبيوترز خلاص. الداون ستريم سيرفر، داون ستريم سيرفر معناه السيرفر اللي انا برمي عليه، ما احنا لسه قايلين ان ممكن يبقى فيه اكتر من دبليو ساس. تمام؟ واحد يعمل ابديت ويبعت للي تحتيه. طيب سينكرونايزيشن، تمام؟ بيقول لي انت عملتي اثنين سينكرونايزيشن، الاولاني سكسيدد والثاني كانسلد. ليه؟ الاولاني اللي هي الشاشه الويزرد اللي كنت قلت له ستارت كونكتنج، الثاني اللي هو لما وصل ل 10% انا كنسلته بايدي. تمام؟ ريبورتس، افرض دلوقتي ان المدير بتاعك طلب منك مثلا ريبورت تعمله عن ايه هي الاجهزه اللي عملت ابديت وايه هي نوعيه الابديت اللي نزل عليها. تمام؟ شوف بقى اللي انت عايزه، ابديت ستيت سمري، كل واحده من دول بتجنريت ريبورت بشكل معين. مثلا كمبيوتر ديتيلد ستيتس بيقول لي هنا ايه؟ This report should detailed او details of each computer status with the update status for each update. One computer is shown by page. يبقى هيظهر لك الابديت اللي اخده اجهزه الكمبيوتر، one update per ايه؟ per page. لو جيت ضغطت على اي واحد من دول، اي ريبورت من دول، هيديك ايرور. هو مش ايرور، هو بيقول لك انا محتاج ان انا بس اعمل داونلود للسوفت وير ده عشان اصلا تقدر تعمل جنريت للريبورت. فلو ضغطت هنا هيدخلك دلوقتي على موقع مايكروسوفت تنزل الملف ده، وحجمه صغير يعني اعتقد 10 ميجا 15 ميجا في الرينج ده. تمام؟ تعمل له داونلود وبعد كده تسطبه وبعد كده جنريت الريبورت اللي انت عايزه. تمام؟ لو دخلنا دلوقتي بقى على اوبشنز ابديت سورس اند بروكسي سيرفر، بص لو ضغطت هنا فاكرين الشاشه دي ومن بروكسي سيرفر. تمام؟ الويزرد اللي كنا مشيناه لما قلت لكم كل حاجه فيه كاستمايزبل تقدر تعدلها بعد كده. البرودكتس والكلاسيفيكيشن، ادي البرودكتس وادي الكلاسيفيكيشن. نعم ماشي. ابديت فايلز اند لانجويج، تاني الاوبشن دي هي يعني. تمام؟ عايزه ابديت، عايزه تحطي المعلومات دي لوكالي ولا لا، واللانجويج. تمام؟ طيب لو حبيت ان انا اغير السكيدول بتاع السنكرونايزيشن اللي انا عملته مانيوالي، اوتوماتيك ابروف. ايه بقى حوار اوتوماتيك ابروف؟ انا دلوقتي في حالتي اساسا جيت على اول ابديت وبايدي عملت كليك يمين على الابديت وقلت له ايه؟ ابروف. تمام؟ افرض بقى ان في عندك كاتيجوري معين من الايبات اللي هي مثلا السكيورتي اللي فيها ليها علاقه بالسكيورتي، يعني انت مش عايز تصبر لغايه ما انت تيجي كادمن بايدك وتعمل عليها كليك يمين وتقول له ابروف، انت عايز تعمل لها اوتوماتيك ابروف. فهتيجي هنا تحت اوبشنز وتيجي تحت اوتوماتيك ابروفل وتكريت عندي رول، فهقول له هنا نيو رول سي مثلا، هقول له الرول دي اسمها سكيورتي ابديتس او سكيورتي اوتوماتيك ابديت. تمام؟ نقف بقى على واحده واحده. لما يكون دلوقتي الابديت ان سبيسيفيك كلاسيفيكيشن، كل الكلاسيفيكيشن لا، اني كلاسيفيكيشن لا، اللي هي مين في حالتي؟ السكيورتي والكريتيكال. يلا تمام. لما يكون الابديت ان سبيسيفيك بروجرام او برودكت، كل البرودكتس لا، انا عايزه ايه؟ برودكت معينه. مشيت بس علامه الصح دي، سي مثلا عايزه اطبق الكلام ده على اللي هو ويندوز 10 بس، ادي ويندوز 10، اختار كمان الفيرجن اللي انت ايه عايزه. تمام؟ الكلام ده هيطبق على اول كمبيوترز؟ لا، انت عايز دلوقتي تطبقه على ايه؟ على انهي جروب؟ على ويندوز 10. تمام؟ ولو جيت دلوقتي قلت له اوكي، ممكن تحدد ديت تايم كمان، لو جيت قلت له اوكي ابلاي، طبق عندي الرول عادي جدا. بي فيري كيرفول من حاجه، انا جيت هنا اصلا على ابديت وقلت له كانسل. ليه؟ لو كان لسه شغال دلوقتي وجيت ان انا اكريت الرول دي هيديني ايرور. لازم الابديت اصلا او لازم عمليه السنكرونايزيشن اصلا تكون خلصت واقفه عشان اقدر ايه؟ ان انا اكريت رول.
واضحه؟ لو ما كانش كده، لو انا كنت لسه سايباها راننج كان هيدي هنا ايرور. وضحت يا شباب؟ عشان كده انا اول ما وصل 10% انا وقفت على طول. طيب سيرفر كلين اب ويزرد، افرض دلوقتي ان في ابديت قديم مثلا، هو كده كده واخد مساحه عندك من الهارد، تمام؟ الابديت ده انت مش عايزه، فممكن ان انت ترن دلوقتي الكلين اب ويزرد تقول ايه؟ اي ابديت مثلا unused updates and update revision، اي ابديت قديم خلاص الاجهزه مش محتاجاه تعمل له كلين. computers not connecting contacting the server، الاجهزه اللي خلاص ما بقتش بتعمل كونتاكت على السيرفر تمسحها. unneeded updates، الابديتس الاكسبايرد. suppressed updates، حدد اللي انت عايز ان انت عايز تمسحه. زي مثلا هقول له بالنسبه للابديتس اللي هي الاكسبايرد القديمه عايز اعمل لها كلين، لو قلت له دلوقتي نيكست هو في حالتي انجز بسرعه، لان فعليا انا يعتبر مش عندي ابديت ولا حاجه، يعني ده انا نزلت اثنين هوبل كده، تمام؟ فينيش. بالمناسبه صحيح لو جيت دلوقتي على البي تي سي، بصوا ده اللي كنت بقول لكم عليه، هو كده خلصه، عمل لهم داون لود. عشان كده قلت لكم الشاشه دي بترجع لنفس المنظر الرئيسي. كان من شويه قال لي ان الملفات اللي نيدنج ابديتس دلوقتي كانوا اثنين ومساحتهم كذا، طالما رجع على الاساس كده او على الشكل ده يبقى معنى كده ايه؟ انه خلاص عمل لهم داون لود، تمام؟ طيب ايه تاني يهمني هنا؟ لو حبيت ان انا ابعت ايميل مثلا للادمن عن معلومات ايه اللي بيحصل في السيرفر ده، تمام؟ فلازم طبعا تكون مظبط الايميل سيرفر، اليو ار ال بتاع الايميل سيرفر، تمام؟ مايكروسوفت ابديت الامبروفمنت بروجرام اللي كنسلناه، تمام؟ في هنا ايه تاني؟ افرض ان انت عايز تشغل بقى الويزرد تاني من الاول، لو قلت له هنا نيكست، ايه رايكم؟ ده لو حبيت ان انت ترن الويزرد من الاول. في اي مشكله كده في الدبليو صح؟ تمام، ده الفيديو الاولاني.